ممكن الطموح ممكن يؤدي، استغفر معي ما بحبش اقول اي كلمه سلبيه في اي حلقه بقولها، بس خلينا نعرف الوحش عشان نتجنبه، دي نيتي معاكم. يعني ليه ممكن الطموح يؤدي الفشل؟ الطموح لازم يكون معاه عمل يؤدي الفشل. لو انا قاعد بتمنى، تلات عصافير قاعدين على الشجره، اتنين منهم قرروا ان هم يطيروا على الشجره التانيه، كم تبقى على الشجره؟ هم التلاته، هم تمنوا ما طروش ما عملوش. طب ممكن العمل او عدم مجرد التمني بس يوصل؟ لا، ما عمره ما يوصلك طالما انت محلك سر ما خدش خطوات. يؤدي الفشل لو انا فضلت ان شاء الله عايش في الاحلام بقى، وبعدين ايه الدوبامين هرمون السعاده كله مفروز لان انا شفت فرح. لا، افرح وشوف نفسك خد خطوات، مش قاعد في الاحلام. تاني حاجه يقول لك ايه ده جاي لي عريس كلامنجي. اقول لها ايه كلامنجي يعني؟ تقول لك لا ده بصي فشر فشر السنين وهعمل وهسوي، ويقول حاجات حلوه قوي ونبقى فرحانين كلنا وبيبقى فرحان. وبعدين ولا حاجه، هو مش قال فين العمل؟ مفيش عمل. تاني حاجه في الطموح لازم يكون عندك خليط، بص الرؤيه، انا عندي رؤيه اهي اللي هي اللي انا عايزها، زائد رغبه في التنفيذ. بلاش بس المشاعر، سلام بقى ونعمل ونغلفها غلط. هنا بقى ما ينفعش نغلف بمشاعر، هنا لازم تاخد خطوات عملية. لو عندك طموح عالي اتبعه بخطوات تنفيذ. اقول تاني؟ شوف انا قلتها لكم بكذا مرة بكذا صيغة ازاي عشان تحفظه ويتكرر. ليه؟ لان ما تكرر بالكاف تكرر بالقاف. اللهم امين يا رب. طيب احول الطموح ازاي بقى الخطوات؟ اول حاجة فكر في ايه؟ هي ايه افضل بداية ابتديها؟ وايه المتاح عندي؟ ايه المتاح؟ وايه الحاجات المعوقات اللي ممكن اتجنبها؟ وايه النظام الالية اللي توصلني لنحقيق الهدف ده؟ واكتب اسمها دراسة جدوى. مش عايزة اقول لكم واخدكم بالكلام ده، سيبكم من دراسة جدوى، اعملوا بس الحاجات البسيطة السهلة انا بقولها دي. التزم بالكلام ده مع الاستمرار يحقق نجاحات صغيرة صغيرة صغيرة، اتكلمنا عنها في اول الحلقة. يبقى الرؤية الكبيرة بحولها لهدف، وبعدين نشاط، وبعدين مهمة يومين، نجاحات صغيرة بس شوفها بتدي ازاي، وايه المتاح عندي، الفرص المتاحة، ايه المعوقات ممكن اتجنبها، ابتدي ازاي. ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان طموحك يبقى حقيقة فكر في آلية زائد ناقص يساوي. حلوة قوي الآلية دي. يعني ايه زائد؟ افكر في الشخص والناس اللي اعلى مني واللي نجحوا وفعلا، وخلي ده حافز ليا ونجحوا ازاي، وامشي على خطى النجاح. ممكن تنفعني عشان بس نبقى كده، ممكن تنفعني، لكن المرونه في التنفيذ لا، اللي ينفع غيري ممكن ما ينفعنيش، بس ممكن استفيد من الخبرات. فاهمين النقطه دي؟ طيب تاني حاجه الناقص اللي هي ايه؟ فكر في الشخص اللي اقل مني عشان اعلمه النجاح وياخد مني خطوات للنجاح، وانا ابقى يعني سبب في نجاح الاخرين. وده بيعمل علاقات، دايره العلاقات مهمه جدا جدا في العلاقات الاجتماعيه والنجاح، سواء في الحياه عملي او استثمار، العلاقات مهمه. تالت حاجه اللي يساوي، الشخص اللي شبهي لو انت وقفت هو مكمل، ما تبقاش زي الطحالب اللي واقفه على ميه راكب ملهاش اي خير. طول ما المية ماشية، طول ما الزرع بيعمل والمية جميلة ونعرف نشرب منها ونتوضى، ما هكذا عمالة ريم بقى وطحالب عليه.